حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالاسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحي زكي انجازا رياضيا جديدا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الاول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 67 كيلوغرام بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للمصارعة الرومانية المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما وساهم تحقيق ذلك الانجاز في تقدم مصر للمركز الثامن في مجمل مسابقات البطولة التي أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسة المؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها للأجيال القادمة